سلمى، كثير منا بيعاني من صداع بالرأس من فترة للتانية نتيجة تعب أو نتيجة إرهاق وغيرها من الأسباب، لكن كثير من الأشخاص بيعانوا من صداع دائم أو حتى متكرر بفترات قريبة لأسباب كثيرة. أكيد زينب، هالأسباب ممكن تكون نتيجة نمط حياة خاطئ أو أمراض أخرى ممكن تكون خطيرة أو حتى عادية. اليوم بصباحنا غير معنا الدكتور تامر أخصائي جراحة عصبية، رح نحكي أكثر عن هالأسباب ونتعرف عليها. يسعد صباحك دكتور. صباحكم خير يا رب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم يعني كل دكتور، مرة. يمكن الصداع هو مرض العصر، خلينا نتعرف على أسبابه الاعتيادية أو الطبيعية. الحقيقة الصداع يعني ما في إنسان ما حس بصداع ولو لمرة واحدة بحياته لأسباب مختلفة. والحقيقة الصداع من أكثر الأعراض انتشارا، يعني الناس بتصنفه مرض بس هو بالحقيقة عرض لعدة أمراض. من أهم الأسباب مثل ما قلنا في أسباب تتعلق بالجملة العصبية وفي أسباب بالعناصر المجاورة للجملة العصبية، يعني في عندك اضطرابات فيزيولوجية وعائية بتؤدي للألم واللي بنسميه صداع، وفي أسباب التهابية مثلا مثل التهاب الجيوب، التهاب بعض العناصر المحيطة بالدماغ الأذن الوسطى، عندنا أحيانا الأمراض العينية كمان بتؤدي لأعراض هي الصداع. الأسباب واسعة ومتنوعة بتحتاج لدراسة وتصنيف واسع طبعا. طيب دكتور، كمان في بعض الناس بتقول انه في انواع للصداع، مثلا صداع نصفي، صداع بسبب شقيقة او شيء، فينا نتعرف اكثر على انواع الصداع؟ الحقيقة طبعا في عندنا أنواع صنفوها حديثا حسب أنواع صداع أساسي وأنواع صداع ثانوي. الصداع الأساسي اللي حكينا حسب تصنيف الجمعية الدولية للصداع، الصداع الأساسي اللي بيدخل فيه الصداع العنقودي، صداع الشقيقة وهو الأشهر طبعا، والصداع التوتري وهو الأشيع، وفي أنواع طبعا أخرى من الصداع الأساسي. في عندنا أنواع الصداع الثانوي اللي علاقة بالأمراضية، يعني في اضطراب تشريحي سواء أمراض الدماغ، التهاب السحايا، أورام الدماغ، التهاب الأوعية الدماغية، النزوف الدماغية، طبعا هي أسباب خطيرة طبعا. وفي عندنا أسباب تانية لها علاقة مثل ما حكينا التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الأذن الوسطى، أحيانا أعراض عامة، أمراض عامة، ارتفاع الضغط بحد ذاته بيساوي صداع، عندنا التجفاف العام بيساوي صداع، أمراض عامة واسعة وعريضة، إنفلونزا بتساوي صداع. طيب دكتور، يمكن مثل ما حكينا بالمقدمة في كمان أعراض الصداع المتكرر اللي بتكرر عند الشخص، هذا الشيء بخوف بعض الأشخاص، ففي أسباب له؟ الحقيقة بدك نصنفه حسب نوع الصداع وحسب السيرة السريرية للمريض. يعني في صداع متكرر هو صداع بسيط مثل الصداع التوتري، هو صداع بسيط له أعراض مزعج طبعا بس ممكن ولكن الحالة بسيط النفسية وليس تقل. خطير طبعا، والحالة النفسية كثير له أولى بالشقيقة. الشقيقة كمان هو من الصداع المتكرر المزعج للمريض جدا ولكنه ليس خطير امراضيا على حياة المريض، وكمان بتلعب الحالة النفسية دور كبير فيه. أكيد دكتور، كمان حضرتك ببداية الحديث حكيت أنه هو لازم ما يصنف مرض هو عرض، خلينا نحكي يمكن عن بعض الأمراض اللي يعتبر الصداع من أعراضها. يعني الحقيقة حكينا نحن بمعظم هاي الأمراض، الحقيقة في أكثر من نعلم الطلاب نحن أنه في أكثر من 400 مرض ممكن يؤدي لحدوث صداع. يمكن الأشياء أو اللي الناس أشياء بيصير في عندها خطأ بالتشخيص بسبب أنه هي تحس وجع رأس، فبالتالي بتاخذ حبة بنادول ما بتروح عند الطبيب. الأشياء هو الصداع التوتري اللي معظمنا عانى منه، أحيانا بنحسه بعد الإرهاق، قلة النوم، الشدة النفسية، أحيانا بالصداع بعد الرشح، بعد الإنفلونزا، هو كله بيدخل ضمن الصداع التوتري بسبب تقلص العضلة الجبهية وتقلص أحيانا عضلات الرقبة، فبتحسي إنه المريض عنده صداع يا دكتور ما عم مرتاح منه، بيروح بيجي، بتجي للأساس بعد التشخيص السريري والشعاعي إنه هو صداع توتري له علاقة ب مثل ما بيقولوا توتر الحالة النفسية عند المريض. طب دكتور، يمكن ظهرت تصنيفات من جمعية الصداع الدولية، خلينا نحكي عنهم شوي. طبعا ما قلنا نحن بالاول انه في الصداع الاساسي واللي هن الصداع الشقيقه، الصداع العنقودي، في عندنا الصداع التوتري مثل ما حكينا، وفي انواع اخرى للصداع الاساسي، منها صداع المسكنات، يعني في ناس بتخربط تاخذ
بتجي لعنا انه كنا عم نستجيب على حبه مسكن على حبه سيتامول، ما عم نستجيب، صاروا تنتين، صاروا اربع، صاروا سته، صارت المشكله هي حبه السيتامول وليس او يعني البروفين. جسمه بيتعود هيك على طبعا بصير بيطلب الكميه الكافيه. في صداع المنبهات المتعود على كميه معينه من الكافيين ممكن يزيدها بالتدريج، اذا نقصت راح يحس في عنده صداع، وهذا كمان من الصداع البسيط ولكن هو المزعج للمريض والصعب للعلاج لانه بده سحب تدريجي. في عندنا الصداعات السنويه اللي هي انها العلاقه باجهزه بترتبط بالدماغ، واحيانا هي بتكون من علامات الخطره، وخاصه الصداع الحاد المفاجئ له علاقه بالنزف الدماغي. في الصداع المزمن المتدرج اللي له علاقه باورام الدماغ، هي كلها بتتصنف تحت انواع الصداع الثانوي حسب الجمعيه الدوليه للصداع. طيب دكتور، عادة الناس بتعتبر انه علاج الصداع هو حبة مسكن بشكل عام. خلينا نحكي عن انواع العلاج اللي ممكن كل صنف او نوع من انواع الصداع نعالجه فيه. الحقيقة نحن انه الصداع علاجه حبة مسكن، هالحكي صحيح في 80% ل 90% من الحالات. هلا رح اصيغ السؤال بطريقة ثانية، انه امتى لازم نروح على طبيب؟ طيب انه يعني انا بوجعني راسي، هلا روح على الدكتور لما روح على الدكتور، ولا خلاص باخذ حبه وبيمشي الحال. هلا الصداع الحاد المفاجئ بدون اسباب واضحه، هذا لازم نراجع طبيب. اللي بيرافقه اعراض مرضيه ثانيه، مثلا صعوبه بالكلام، تشوش رؤيه، تغبشت العيون، ضعفت ايد او رجل، خدر نمل او رجل، ايد بايد او رجل، هي اعراض عصبيه، لازم اذا رافق صداع لازم نراجع الطبيب. هلا الاشياء من هيك انه مريض بيعاني من صداع احيانا، وايمت هو لازم يراجع طبيب؟ اذا تغير نوع الصداع، يعني شهر ما عم يستجيب على مسكنات، كان يستجيب على حبه صار بدي اربع حبات بالنهار، يومين ثلاثه صداع ما استجاب ولا على اي نوع من المسكنات، رافقه حراره، رافقه تدني وعي، هذا لازم نراجع طبيب فورا، مشان الطبيب بده يحط تشخيص مرضي شو السبب ونعالج السبب على اساس مشان علاج الصداع. طب دكتور، يمكن حضرتك أجريت عملية مؤخرا لأحدى المريضات بالدماغ، وكانت نتيجة هاي العملية أيضا نرافقها صداع متكرر، شو نتيجة هاي الحالة يعني بتخوف؟ الحقيقة هو هون أنا يعني حبينا نلوه بهالموضوع مشان نوع من التثقيف الصحي. يعني نحن ما معقول تجي مريضة عنا عندها كتلة بالدماغ هي ورم سليم، طبعا الحمد لله طلع أنه سليم، ولكن يصل وزنه ل 300 جرام ومساحته تعادل ربع الراس، وهي ما انا حاسه عليه. طبعا المريضه راجعت بالقصه السريريه بعد ما راجع انه هي عندها صداع، باخذ له مسكنات على اساس انه هو شقيقه، عالجوها 9 سنين على اساس انه شقيقه، ما حدا خطر له انه يعمل لها صوره للدماغ ليتاكد انه هي شقيقه او لا. المريضه صار عندها تدني قدره بصريه، يعني ما عادت عيونها طول النظارة، وما حدا بعثها عن طبيب أعصاب لحتى يشوف إذا في شيء بالدماغ. بالأخير وصلت لمرحلة فقدت الرؤية، لحتى انبعثت لعنا هون على الشام لحتى قدرنا نشخص إنه عندها كتلة بالدماغ تعد من أكبر الكتل، يعني 300 جرام تعادل ربع وزن الدماغ. لا تشخصت المريضة، يعني هي كل اللي كانت بحاجته يمكن انه هو فحص من خلال تصوير، يمكن تصوير طبعاً أشعة طبعاً. طب دكتور، هي الاختلاطات يمكن او فينا نقول عدم التشخيص، يعني قديش ممكن تأثر فعلا؟ منبه بسيط صداع كان ممكن هو يدله على مرض خطير مثل اللي هو عنده. يعني طبعا هو الالتزام بمعايير طبية اثناء العلاج واثناء دراسة المريض. يعني احنا مثل ما قلنا اي مريض لو عنده شقيقه، لو عنده صداع توتري، عند تكرر الحاله مفروض نعمل له سكان شعاعي او فحص طبي عند اخصائي، يطلب هو حسب ما يشوفه مناسب. تدني القدره البصريه مو دائما الموضوع هو نظاره، طبعا طبيب العينيه بتحمل مسؤوليه انه لما شاف في تدني مستمر ومترقي مفروض انه تنعمل دراسه للجمله العصبيه لنعرف شو السبب قبل ما نوصل لمرحله فقد النظر. يعني هاي كلها ضمن سيستم، التزام بالسيستم او التزام بنظام الفحص الطبي بيقي المريض بكثير حالات من اختلاطات واسعه. طب دكتور، يمكن في بعض العالم ما بيحبوا ياخذوا دواء، بيقولوا لك ما بدنا دواء، ما بدنا مسكنات، في علاج طبيعي لمعالجه الصداع؟ في اشياء بتنصح فيها؟ الحقيقه بيعود للسبب، يعني لا نحن الصداع التوتري ممكن اوكي، بعض المهدئات، الإكسار من الماء، التزام بحياة صحية، التدخين، التخفيف منه، والإقلاع
الماء الكثير، الرياضه، النوم المنيح، هذا كله النوم الكافي، يعني هذا كله بيساعدنا بالصداع التوتري وتحسين نفسيه الانسان يعني ببعض التمارين المعينه، هذا كله بيحسن من الصداع التوتري. هلا صداع الشقيقه اذا كان هو تقبض وعائي له نصائح معينه بعيدا عن الدواء، بس بالاخير المريض بحاجه لمقبضات اوعيه ومسكنات. طبعا الأسباب والأمراض الأخرى اللي تسبب الصداع لها علاجات تانية، بس بشكل عام التقليل من الإجهاد والإعياء والإكثار من الرياضة والماء بيخفف من أعراض الصداع العامة. طيب كمان دكتور، يمكن مثل ما حكيت نمط الحياة بيساهم بشكل كتير كبير بتخفيف يمكن أعراض الصداع وغيرها من الأعراض. خلينا نحكي عن نمط الحياة اللي بتنصح فيه، وخصوصا لبعض الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض كتيرة بحسوا فيها، مثل مثلا السكري، قديه ممكن يأثر على انه الشخص، ممكن تخف البصر عنده، يزيد خلينا نقول الصداع ببعض الحالات. حقيقة هلا نمط الحياة بتعلق بالشخص. طبعا هلا في تعليمات عامة إنها مثلا عدم الإكثار من السهر، السهر والتنبيه المفرط للجملة العصبية بيأهب للصداع. التدخين كمان بيأهب للصداع لأنه بسبب اضطراب وعائي وسع الأوعية، مثل الأرجيلة بيأرجل كتير بصير عنده صداع لأنه توسع الأوعية الدماغية، والأوعية الدماغية هي الحساسة. طبعا في معلومة ما نبهنا عليها إنه الدماغ أو الجملة العصبية غير حساسة للألم، وهون السر انه نحن فينا نعمل عمليات جراحية على الدماغ والمريض صاحي، نكون عم نحكي معه، نقول له حرك ايدك، احكي لنا قصة، اقرا الجملة المكتوبة قدامك، عشان نحن لما عم نشيل اجزاء من الدماغ يكون الدماغ صامت، يعني جزء مجرى عليه الجراحة هو صامت وليس الوظيفي. هلا اذا عدنا للسؤال تبعنا، الرياضة بتساعد كتير لأنه بتحافظ على سيستم صحي وكمان بتخفف من التوتر النفسي. الحفاظ على الصحة العامة طبعا، علاج الأمراض التانية، أمراض المزمنة مثل الضغط، الحفاظ على ضغط منخفض مو ضغط عالي لأنه هو بيساوي صداع، السكري، ضبط السكر، كل هالأمور بتساعدنا طبعا بتلافي الصداع وتجنب أسبابه الشائعة. طب دكتور، يمكن مواقع التواصل الاجتماعي صارت يمكن ساحة متاحة للجميع، فيهم يطلعوا عليها على كل شيء. من فترة انتشر موضوع كمان تدليك الرأس، فشو صحة هذا الموضوع؟ هل بيساعد على تخفيف الآلام؟ هل من طريقة معينة صحية فعلا تخفف طبعا من الآلام؟ لك طبعا هلا هو ساحة للشيء الصح وللشيء الخطأ، يعني مو صحيح. دائما كل شيء بينتشر هو صح، ولا دائما كل شيء بينتشر هو خطأ. هلا التدليك هو جزء من العلاج الفيزيائي، سواء كان لعضلات الرقبة أو للعضلتين الصدغيات، طبعا بعد تشخيص السبب. يعني أنا بالشقيقة ما بيفيدني تدليك، ببعيد يعني بعدم التشخيص مثلا بأورام الدماغ كمان ما بيفيدني تدليك. يعني هاي الأسباب الموضوعية، إذا في أمراض معينة لازم نعالجها. بفيد بالصداع التوتري هو الأشعة، الصداع التوتري نعم بفيدنا التدليك، في الطريقة الصينية بالتدليك، في الطريقة الصينية بأخذ الإبر، هاي كلها بفيد فينا، بفيد بالصداع التوتري بشكل يعني ممتاز وسحري. أكيد دكتور، قبل ما نختم بس ولو نقدر سريعا نمر على أهم نصيحة بتحب توجهها اليوم لكل يلي عم يتابعونا واللي بهمهم. أكيد والغالبية كلياتنا بهمنا نعرف قيمة الصداع، بيكون هو مؤشر لشيء كتير خطير لازم فعلا نراجع طبيب. يعني أنا بحب أقول له إنه أي صداع غير دوري، غير نوبي، مستمر لأكثر من شهر، ما نعتمد فيه على المسكن، خلينا نشوف شو السبب حتى لو كان بسيط. أكيد بنتمنى من كل المشاهدين يكونوا هيك استفادوا من كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها عن الصداع، هو مثل ما قلنا مرض العصر. وشكرا كثير لك دكتور، إن شاء الله بنستضيفك بمواضيع تانية. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. شكرا لك. هلا بننتقل